اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، ومن هذه الزاويه المؤلمه، من هذه الزاويه المؤلمه ما بغيناش نقربوا بزاف باش ما يبانوش الناس، ما باش حتى الصوره حتى هي تبان. حاولنا اننا ناخذوا الزاويه كامله ونعطيوكم نتوما الرؤيه متابعينا الكرام لهذه الحاله اللي وصل لها مستشفى ديال بن رشد، واحد من اكبر المستعجلات اللي كاينين في بلادنا، واللي هو واحد من المستشفيات المهمه. للاسف الناس كيجيو هنا كيتكرفصوا من كاع البلايص، تقريبا من كاع البلايص كيجيو هنا الناس. مدينه الدار البيضاء بعدا كنعرفوا ان مدينه الدار البيضاء على الاقل خاصه واحد ربعه ديال المستشفيات اللي يكونوا كبارين وكاملين مستعجلات كبار. دن كيف ما قلنا انه من كاع البلايص كيجيو هنايا من مدينه الدار البيضاء كيجيو لهذا المستشفى ديال ميريزكو، وفي الغالب كيلقاو ان ما كاينش طبيب ولا الماكينه ديال السكانير خاسر ولا، وهذا باش كيولوا بعض المرات المواطنين غير بوحدهم في الصراعات، هما مع السيكوريتي هما بوحدهم هما شكون يدخل. للاسف ان هاد الامور هادي صراحه بزاف ما كندويو عليها وما كيتغير فيها والو، للاسف للاسف للاسف. اذا مشاكل بالجمله كيف ما قلنا اللي كتوقع داخل هذا المستشفى هذا. باش ندوزو للموضوع ديال الناس اللي كينعسوا هنايا، متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا بزاف ديال الناس هنا، العشرات ديال المواطنين اللي كيتسناو هنا باش ياخذوا العلاج، اولا كاين اللي جاي مع شي واحد مريض، اولا كاين اللي جاي موصل شي واحد، يعني قصص وقصص وقصص اللي كنتمنوا من الله انها تعالج في اقرب وقت، ان هذا المشكل ديال المستعجلات شي غير بن رشد يتحل في اقرب وقت، لحقاش عندنا من الامكانيات وعندنا تبارك الله من الكفاءات ديال الناس اللي غير مريحين باش انهم يخدموا يخدموا بالخاطر كاع كيف ما كنقولوا بزاف ديال الامور. نتمنوا من الله ان هاد الشباب يتحل لهم الباب ديال الولوج باش انهم يقدموا مساعدات لهاد الناس هادو، لحقاش فاش كتدخل كيقول لك ما كاينش الطبيب كاينش، عرفوها كتلقى غير شي ستاجير هو اللي كيخدم مع الناس. نتمنوا من الله ان هذا المشكل يتحل، لحقاش شي صعيب وصعيب وصعيب بزاف، والمواطن في الاخير هو اللي كيتكرفص. اذا المتابعين الكرام غادي نختموا معكم هذا المباشر الى مباشر اخر باذن الله، الى اللقاء.